كابتن طيارة حقق حلم امرأة عجوز فلسطينية من صغرة، كان حلمها أنه تشوف قمرة القيادة في الطائرة. فهذا الكابتن الطيار اللي هو أردني أراد أنه يحقق لها حلمها، وهي خافت لا تسبب له إحراج، قال لها إلا أخذك، وأخذها مسك إيدها وأخذها على قمرة القيادة. خلونا نشوف فرحة الختيارة لما انبركت ورا كرسي قائد الطيارة. ما شاء الله. هون خافت لا تسبب له إحراج، قال لها إلا بدك تبركي على الكرسي، وراح يلبسها طاقية قيادة تبعت الكابتن، قائد الكابتن. طبعا الطائرة واقفة يعني ما عم تمشي، لأني طبعا بالجو ممنوع هيك الشغلات يعني، بس طبعا على السماء مش الطيارة عادي. كفو كفو، وانا بقول البس الطيارة وحاججي رفقاتك يعني عشان تجيك الرفقات. كفو.